السلام عليكم شباب معكم علي التكو جيمر متل ما وعدتكم حنزلكم بعد الفيديو اللي فات جلتش اكس بي قوي قبل ما نبدا حطوا لايك واشتراك كود الايتم شوب اي واحد تسعة باقي بس ساعات قليله ليبدا الموسم الجديد فبتاكدوا انكم حاطينه قبل ما يجي الموسم الجديد طيب تروحوا على السريع يا شباب على مربع البحث واكتبوا اي واحد تسعة طيب حيطلع لكم عدة مابات مثل ما شايفين اتركوكم منها احنا نحتاج هذا الماب عشان يتفعل فيه الاكس بي لاني عامل فيه جليتش ويحتاج انكم تدخلوا على الماب حتى يتفعل طيب تحطوا ستارت وتحطوا برايفت جيم وندخل جوا الجيم طبعا اول ما يبدا الجيم يا شباب تجوا كل اللي عليكم من هون مثل الجليتش اللي فات تمام تجوا لهون بعدين تروحوا على هذا الماب الماب هذا فيه قلتش جدا قوي صراحة طيب تحطوا ستارت وتدخلوا جوا الجيم الثاني وبتمنى شباب جد تدخلوا وتلعبوا بهذا الماب بالذات لانه عليه يعني جلتش اكس بي جدا قوي وودي يتفعل ولكن ما في زيارات كثيرة على الماب فيحتاج على الاقل على الاقل 7000 زيارة فبتمنى من كل واحد فيكم قاعد يشوف الفيديو بس على الاقل تدخل على الماب حتى خمس ولا عشر دقايق يلعب الماب عشان يتفعل فيه الاكس بي يا شباب اول ما تدخلوا الماب كل اللي عليكم تنزلوا هيك لتحت بكل بساطه بتلاقوا كوينز هون مثل ماكم شايفين تكبسوا عليها بعد ما تكبسوا عليها يوديكم عداد 15 دقيقه استنوا العداد يخلص وبعدها بنرجع لكم بس يخلص الوقت حطوا 4 6 7 4 5 7 حطوا هاي كلمة السر ودغري ينقلكم لهون يا شباب وطبعا تبدأوا تاخدوا الكوينز وراح يبدأ يجيكم كميات حلوة من الاكس بي تقريبا انا حوالي 200 الف جمعت وملاحظة جدا مهمة يا شباب ممكن انت تجي هلا تجرب الجلتش ما يشتغل معك ليش لانه الجلتشات هاي اخرها اخرها عشر ساعات فتأكد من تاريخ الفيديو نزل قبل كم ساعة قبل عشر ساعات قبل 15 ساعة بتأكد من تاريخ الفيديو واذا بدك الجلتش دائم كل اللي عليك انك تروح على ما الاساسي الاحمر ضد ازرق في جلتش شرحت عليه بالفيديو موجود حتلاقي رابط الفيديو بالوصف ففوت على الفيديو وسوي الجلتش هذا الجلتش موجود بأي وقت فتت على الماب راح تلاقي الجلتش موجود المهم وصلنا لنهاية الطريق تبدأوا تجلدوا بالحيوانات وفي النهاية رح تزيدوا كمية لفلات أسطورية مثل ماكم شايفين بس من السير زدت 200 ألف إكس بي ضلوا جدوا الحيوانات لحد ما توصلوا للمستوى اللي بدكم يا مثل ماكم شايفين كل ضربة عم أضربها تقريبا تقريبا عم زيد أكثر من 5000 إكس بي وبس هذا هو الفيديو اليوم اتمنى يكون الجلتش عجبكم لايك اشتراك ولايك أي واحد تسعه الموسم قرب يا شباب اوعكم تنسوا الكود الله يسعد اياكم عشان نبدا لكم مسابقات جديده راح نوزع ان شاء الله 20 بتل باس